الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب فرض طاعة الأئمة عليهم السلام الحديث الحادي عشر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: «نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يسع الناس إلا معرفتنا، ولا يعذر الناس بجهالتنا. من عرفنا كان مؤمنا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا». حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة، فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء. في هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين أقسام الناس بالنسبة إلى معرفتهم وطاعتهم للائمه عليهم الصلاه والسلام فالناس من هذه الجهه ثلاثه اصناف الصنف الاول الذي يعرفهم معرفه تؤدي الى اتباعهم وطاعتهم فهذا هو المؤمن لأنه امتثل ما أراده الله سبحانه وتعالى منه في مجال العقيدة وفي مجال العمل. ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا؟ يريد منا أن تكون عقيدتنا صحيحة، أن نكون موحدين. معتقدين بالأنبياء وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله معتقدين بالمعاد معتقدين بالأئمة عليهم الصلاة والسلام وسائر العقائد الحق التي تتفرع على هذه الأصول هذا الشيء الأول الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا الشيء الثاني الذي يريده منا أن يكون عملنا مطابقا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به ولما ينهى عنه. والذي يتبع على الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويطيعهم ويستمع إلى كلامهم ويعتقد بما قالوه يرشدوه إلى سواء السبيل إلى العقائد الحقة في التوحيد وفي النبوة وفي الإمامة وفي المعاد وفي صفات الله سبحانه وتعالى يفسرون الآيات القرآنية ويؤولونها بما أراده الله سبحانه وتعالى لأنهم الراسخون في العلم فيبينون العقيدة الحق التي أخذوها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأيضا بالنسبة الى الاعمال يامرون بطاعة الله في اوامره ونواهيه ويبينون الحلال عن الحرام لان رسول الله صلى الله عليه واله علمهم ذلك وهم يعلمون الناس ايضا. فاذا الانسان في جانب العقيده وفي جانب العمل كان على الطبق كان على طبق ما اراده الله سبحانه وتعالى منه فهذا مؤمن لأن الإيمان شنو هو؟ اعتقاد بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. بس بنحو الجزء أو الشرط، هذا سيأتي في بحوث قادمة إن شاء الله تعالى. والأقرب في الذهن أن الإيمان هو أمر قلبي، وشرطه أن ينطق الإنسان بلسانه والعمل كاشف عن ذلك الإيمان القلبي. فإذا كان العمل فيه خلل يكشف عن ضعف في الإيمان أو عدم الإيمان. هذا القسم الأول المؤمن هو الذي يعرف الأئمة معرفة تستلزم الاتباع والطاعة. القسم الثاني من ينكرهم يعني يرد عليهم. لا يقبل كلامهم لا ياخذ معارف دينه ومعالم دينه في الاصول والفروع منهم ياخذ من الرجال يترك كلامهم ذولا الذين ينكرون امامه الائمه عليهم الصلاه والسلام ولا ياخذون معالم دينهم منهم تاره يبغضونهم وهم النواصب والخوارج هؤلاء كفار ظاهرا وباطنا يعني من انكرهم مع بغضه لهم هذا باطنا كافر وظاهرا ايضا كافر لا تجري عليه احكام الاسلام كما ذكره الفقهاء في كتبهم الفقهيه مفصلا في باب نجاسة الكافر الناصبي والخارجي ومن يجاهر بعداء الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام هذا لا يجري عليه احكام الاسلام ظاهرا وهو كافر باطنا وتارة شخص يحب الائمه عليهم الصلاه والسلام لكن لا يعتقد بامامتهم ولا ياخذ الاحكام منهم ككثير من فرق المسلمين غير النواصب والخوارج هؤلاء يحبون الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام حبا قلبيا لكن معالم دينهم في الاصول والفروع ياخذونه من غيرهم مثلا في الاعتقادات لا ياخذ من الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ولا من الامام الباقر ياخذ من ابي الحسن الاشعري وفي فروع الدين لا ياخذ من الائمه عليهم الصلاه والسلام وانما ياخذ مثلا من احمد بن حنبل مثلا فهؤلاء يحبون الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ولا يبغضونهم لكن لا يأخذون معالم الدين منهم، فهؤلاء ليسوا بكفار، هؤلاء مسلمين لأنهم يتشهدون الشهادتين، وتجري عليهم في الدنيا جميع أحكام الإسلام، من التوارث والتناكح، والدفن في مقابر المسلمين، وسائر أحكام الإسلام. ولكن هؤلاء لأنه أخذوا عقيدتهم من غير الأئمة عليهم الصلاة والسلام قد يكون في اعتقاداتهم انحراف أخذوا الفروع من غير الأئمة عليهم الصلاة والسلام قد يكون في أعمالهم الخطأ أو الخطيئة وتارة يبغض أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قلباً لكن في الظاهر يقول إنه يحبهم الآن هناك بعض من ينتحل الإسلام هكذا في قلبه يبغض الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن لحن الكلام ولا تعرفنهم في لحن القول يظهر أنه يبغض لكن عندما تسأله عندما تسأله يقول لا أنا أحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهذا الإنسان منافق يعني باطنا هو كافر لبغضه للأئمة عليه الصلاة والسلام ولكن ظاهرا لأنه يقول إني أحبهم يجري عليه أحكام الإسلام فهو منافق كالمنافق في كالذي ينافق في اعتقاده بنبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله هو لا يعتقد قلبا لكن في الظاهر يقول إنه يعتقد هذا الشخص منافق يجري عليه احكام الاسلام اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون مثل عبد الله بن ابي وجماعته من المنافقين هؤلاء في الظاهر يجري عليهم احكام الاسلام من التوارث والتناكح وما الى ذلك لكن لانهم لا يعتقدون بنبوه الرسول صلى الله عليه واله وكلامهم كذب لانه لا يطابق اعتقادهم فهؤلاء منافقون كذلك من يبغض على ايمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لكن يظهر حبه لهم فهذا الشخص منافق للظاهر يحكم عليه بالاسلام لكن هو باطنا كافر وفي وفي يوم القيامه يكون مع المنافقين ومع الكفار، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، وهذا الامر ليس خاصا بالشيعه، حتى غير الشيعه رووه في صحاحهم، مسلم في كتابه الصحيح عند العامه يروي هذه الروايه ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام قال له الرسول لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق نص الحديث هذا هكذا لانه ينقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق والطريف في الامر ان بعض النواصب باطنا عندما وصلوا الى هذا الحديث لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق تورطوا مع هذا الحديث لماذا لانه وجدوا ان الشيعة يحبون امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام ولا احد يزايد على الشيعة في محبته لامير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من جهة اخرى وجدوا ان بعض الصحابة والتابعين وبعض كبار أئمتهم كانوا يبغضون الإمام عليا عليه الصلاة والسلام معاوية بن أبي سفيان حارب أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام إلى اليوم الأخير وأمر بسبه على المنابر زين هذا الشخص كان يبغض علي بن أبي طالب زين هم يردون يدخلوه ضمن الصحابة المؤمنين من طرف اخر توجد فيه علامه النفاق وهذه العلامه في حديث الرسول صلى الله عليه واله الثابت بالاسناد الصحيحه فكيف يخرجون معاويه عن النفاق ويدخلونه في الصحابه المنتجبين المؤمنين حتى يخلون دوره حاجز وسياج ان واحد لا يتمكن من ان ينال من معاويه لأن النواصب أمويين بالطبع عادةً. فهنا يتورطون مع هذا الحديث ويضطرون إلى تأويله تأويلات سخيفة جداً. الرسول صلى الله عليه وآله أتم الحجة قل فلله الحجة البالغة. الله أتم الحجة والرسول بلغ. تبليغا كاملا وحكمه الله سبحانه وتعالى. تبليغ الرسول اوصلته الى المسلمين على رغم الطمس الكثير الذي صار. على رغم التحريف الكثير الذي صار في الاحاديث. على رغم الكذب الذي وضعوه ونسبوه الى رسول الله صلى الله عليه واله ولكن مع ذلك بين كل هذا الركام الحقيقه وصلت لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتم الحجة على جميع الناس لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، طبعا يراد من ذلك المؤمن والمنافق من المسلمين يعني المسلمون على صنفين، صنف يحب علي بن أبي طالب فهو مؤمن وصنف يبغضه فهو منافق. حتى واحد لا يجي يقول كما قال بعض هؤلاء هكذا زين عدنا احنا ناس مسيحيين يحبون الامام علي بن ابي طالب جورج جرداق المسيحي كتب كتابا الامام علي صوت العداله الانسانيه او ذاك بول السلامه او سلامه له قصيده طويله عصماء في مدح علي بن ابي طالب ويجاهر بحبه مثلا زين هذا مؤمن الجواب على ذلك ان الايمان قد يراد به مقابل الكفر هذا مؤمن يعني ليس بكافر وقد يراد بالايمان مقابل الفسق تقول هذا مؤمن يعني ليس بفاسق افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون يعني اذا واحد مسلم صحيح العقيده لكنه يرتكب المحرمات يشرب الخمر مثلا أن أقول هذا فاسق ليس بمؤمن الإيمان مقابل الفسق هذا إصطلاح ثاني الإيمان الأول مقابل الكفر كل من تشهد الشهادتين يقال له مؤمن يعني ليس بكافر يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا يا أيها الذين آمنوا يعني شنو يعني أظهروا الإسلام بلسانهم، لذا في آية أخرى الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فإيمان مقابل الكفر. لذا جميع المسلمين يدخلون في هذا الإيمان، هذا اصطلاح. اصطلاح آخر إيمان مقابل الفسق. فالمسلم الذي يرتكب المعاصي ليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن إيمانًا مقابلًا للفسق، لأنه فاسق. وعدنا ايمان يقابل النفاق نقول هذا مؤمن او منافق ايمان يقابل النفاق فعندما تقول مؤمن يعني ليس بمنافق نعم اذا واحد من الكفار احب الامام علي بن ابي طالب فهو ليس بمنافق وبهذا الاصطلاح يطلق عليه مؤمن واذا واحد ابغض علي بن ابي طالب وهو يتشهد الشهادتين فهو ليس بمؤمن بهذا المعنى، نعم هو مؤمن بالمعنى الأول يعني مسلم في الظاهر إذا لم يظهر بغضه لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هذا جواب الجواب الآخر المراد بهذا الحديث المسلمون يعني المسلمون صنفان، صنف يحب فهو مؤمن، صنف يبغض فهو منافق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وهذا حاصر لأنه النفي والاستثناء يفيد الحصر. يعني أي واحد أبغض علي بن أبي طالب فهو منافق زين ما قدروا يأولون هذا الحديث من حيث المعنى إجوا بطريقة أخرى يقول إيه معاوية بن أبي سفيان صحيح على المنابر كان يسب الإمام علي بن أبي طالب صحيح حارب الإمام علي بن أبي طالب إلى اليوم الأخير صحيح قتل أنصار الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لكنه ما كان يبغضه كان يحبه يعني هذا النوع من استخفاف بالعقول واحد يحارب إنسان ويقاتله ويقتل أصحابه ويأمر بسبه ولعنه وبعدين تقول هذا ما يبغضه يحبه يعني حقيقة أحيانا الإنسان إلى عقيدة فاسدة ويستخف عقول الناس لإثبات تلك العقيدة الفاسدة الله سبحانه وتعالى حول فرعون يقول فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين بعض الأحيان الباطل للمعاند يؤدي به إلى الاستخفاف بالعقول طبعا هذا ينقلب عليهم لانه ليس جميع الناس معطلين عقلهم، وهناك الكثير من الناس عقولهم مفتحة، وحينما يجدون هذه الحقائق ينصاعون اليها. على كل حال فهذا الصنف الثاني الذي ينكرهم قلبا أو عملاً. الصنف الثالث من لا ينكرهم ولا يعرفهم، وهؤلاء قد يكونوا من المستضعفين، قد يكونون من المستضعفين. المستضعف هو الجاهل القاصر، هذا إنسان أو مرأة أو رجل في منطقة نائية أمي، لا يعرف الحقائق، لم تصله الحقيقة، وكان قاصرا في جهله، مو مقصر، لأن المقصر والعامد سواء، لكن القاصر في جهله هذا الإنسان قد يعفو الله سبحانه وتعالى، قد يعفو الله سبحانه، يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وأيضا هناك بعض من صحت عقيدتهم. أناس عقيدتهم صحيحة يعتقد بالله وبالرسول وبالإمام وبالمعاد كذا عقيدته صحيحة لكن عمل فيه خلل يرتكب المعاصي مثل عصاة الشيعة عقيدته صحيحة لكن في عمله خلل هؤلاء سواء المستضعفون عقائديا أو الذين عقيدتهم صحيحة لكن عملهم فيه عصيان وعدم طاعة هؤلاء مرجون لأمر الله سبحانه وتعالى الله قد يغفر لهم وقد يعذبهم بالنسبة إلى المستضعفين عقائديا الله سبحانه وتعالى يقول الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا إليها فتحاجروا فيها زين ذول القسم مأواهم ما جهنم القسم الآخر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا جاهل قاصر ما إلى طريق إلى معرفة الحق فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم، اذا ما كان قصورهم مشوب بالتقصير، وحتى اذا كان قصورهم مشوب بالتقصير قد يعفو الله قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. فاولئك عسى الله يمكن، عسى الله ان يعفو عنهم. وكذلك العصاة من المؤمنين ممن صحت عقيدتهم، هؤلاء قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بس ماكو وعد يعني إذا واحد عقيدته صحيحة وارتكب معصية لم يتب منها أو لم تذهبه حسناته إن الحسنات يذهبن السيئات هذا الإنسان قد يغفر الله سبحانه وتعالى وقد لا يغفر ماكو ضمان قد يعذبه في الدنيا، قد يعذبه في البرزخ، قد يعذبه في الآخرة، قد ينال بعض عقابه فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، زين، هؤلاء مسلمون. وليسوا من الكفار والمنافقين لكنهم ضالون يعني المستضعف العقائدي هو مسلم لكن لا ينكر الأئمة لكن لا يعرفهم بسبب قصوره أو عقيدته صحيحة لكن في عمله فسق هؤلاء ظلال ظال ذاك ظال عقدي وهذا ظال عملي لأن الضلال قسميا اصطلاحات مختلفة في الضلال موجودة. الضلال العقدي يعني هذا الإنسان عقيدته ليست سليمة لكنه لا توصله إلى درجة الكفر. فضال عقدي. وآخر عاصي هذا هو ضال أيضا. بمعنى انه بأن بمعنى ان عمله ليس عملا يرضي الله سبحانه وتعالى فيه فسق وفيه معصيه فالضلال بهذا الاصطلاح لان الضلال ايضا فيه اصطلاحات مختلفه هذا بالنسبه الى الحديث الحادي عشر الحديث الثاني عشر في هذا الحديث يقول الإمام عليه الصلاة والسلام يعني يسأل السائل يسأل الإمام سألته عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل زين يعني أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله شنو هو صلاة صوم حاج الخموس الزكاة الجهاد شنو هو الإمام عليه الصلاة والسلام يقول طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن تطيعهم إذا أطعت الله وأطعت الرسول وأطعت أولي الأمر وهم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما مر بيانه مفصلا سابقا فهذا أحسن الأشياء الذي يقربك إلى الله قرباً معنوياً. طبعاً قرب مو مادي لأن الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم حتى نقول أنه قريب مادياً أو بعيد مادياً. وإنما يراد القرب المعنوي إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ثم الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول: حبنا ايمان وبغضنا كفر، يعني القضيه ليست خاصه بالامام علي بن ابي طالب، بحيث انه لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. لا هذا يشمل سائر الائمه عليهم الصلاه والسلام. الذي يحب الائمه من بعد امير المؤمنين فهذا علامه الايمان. والذي يبغض الأئمة عليهم الصلاة والسلام فهذا دليل على الكفر، بغضهم كفر. هو البغض كفر ويؤدي إلى الكفر. طبعا النفاق أيضا هو كفر. الفرق أن النفاق إبطان الكفر وإظهار الإيمان، فهو في الباطن كافر. وأما الكفر الصريح إبطان الكفر وإظهار الكفر أيضا لذا المنافق أسوأ من الكافر لذا الآية تقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنه جمعوا كفرا وخداعا يخادعون الله ورسوله يخادعون الله والذين آمنوا يريد أن يخدع الله يخدع الرسول يخدع المؤمنين فجمع بين رذيلتين رذيلة الكفر ورذيلة إرادة الخداع حس يمكن يخدع المؤمنين لكن لا يتمكن من أن يخدع الله سبحانه وتعالى أو أن يخدع الرسول يخادعون الله وهو خادعهم من باب المقابلة يعني الله سبحانه وتعالى يأمر بأن يتعامل معهم في الدنيا معاملة المسلمين لكن في الآخرة يحشرهم مع الكفار بل اسوأ من الكفار. فإذا الأئمة من أهل البيت سواء الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين إلى الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام الذي يحبهم فهو مؤمن والذي يبغضهم فهو كافر. إن أظهر حبا فهو منافق، كافر باطنا منافق ظاهرا. وإن أظهر بغضا فهو كافر باطنا وظاهرا طبعا العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول يقول يطلق حبهم في الأخبار كثيرا على اعتقاد إمامتهم عندما تقول تحبهم ليس مجرد العلق القلبية لا الاعتقاد بإمامتهم فإن من ادعى حبهم وأنكر إمامتهم فهو عدو مخلط إذ يفضل أعداءهم عليهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب رسول الله وحب أهل بيته عليهم الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين